السلام عليكم. اليوم نقف على المشروع نتاع خط السكك الحديدية عالي السرعة، الرابط بين مدينة تقرت ومدينة حاسية مسعود على امتداد مسافة 150 كيلومتر. ويشهد هذا المشروع وتيرة متسارعة لا سيما ما تعلق منها بوضع السكك الحديدية وبناء المنشآت الخدماتية الأربعة، يعني المحطات نتاع السكك الحديدية بكل من توغورت ومدينة الجديدة انت حاسي مسعود وكذلك المدينة القديمة انت حاسي مسعود والقطب البترولي أي الباز انت على الانتاج البترول إذن في حاسي مسعود. إذن في أربع محطات في هذا الخط اللي بطول 150 كيلومتر، وللإشارة فإن هذا الخط يتم إنجازه بمسار مزدوج ما بين القطب البترولي والمدينة الجديدة انت حاسي مسعود. اما المسار الاخر ما بين المدينة الجديدة والمدينة القديمة انت حاسي مسعود وكذلك الى مدينة توغورت، فهذا الجزء يتم بخط واحد، واللي يعني الهدف هو ان تصل السرعة انت السكك الحديدية في هذا المشروع الى 220 كيلومتر في الساعة. نترككم تتابعون من تبقى من هذا يعني الفيديو حول المشروع نتاع السكك الحديدية بين إذن حاسي مسعود وتوغورت على امتداد 150 كيلومتر. والسلام عليكم. Gracias.